نشوفو اوتر كومبوزون اللي هو السيتوبلازم. السيتوبلازم فيها ان هيدروجيل كولويدال، يعني ماده تشبه الجل، ماده اللي كاينه في السيتوبلازم هيدروجيل كما نقول في الميوعه تاعها. Il contient en suspension le matériel génétique bactérien. أكيد راح نلقى في السيتوبلازم le matériel génétique bactérien. Contient ثاني دي ريبوزوم، راح نلقى فيها دي ريبوزوم. Généralement le pH اللي هو درجة الحموضة est situé entre 7 et 7.2. هذا هي من 7 حتى 7.2. في السيتوبلازم راح نلقاو اون سوليسيون دوزيا، يعني كاين محاليل شريديه. راح نلقاو ثاني لي زونزيم، راح نلقاو دي ميتابوليت اورغانيك، نلقاو دي ليكيد، ونلقاو دي كومبوزي سوليبل. دي كومبوزي سوليبل يعني محاليل تقدر تذوب. هذا واش كاين في السيتوبلازم. Le cytoplasme est le siège de réactions métaboliques. On trouve autre composant, les ribosomes. Les ribosomes sont des petites granulations sphériques, économes 10 à 20 nanomètres. Les ribosomes ont un shape sphérique. فيها يعني constitué des deux sous-unités. كما راهم تشوفوا petite unité وهذه اسمها grosse unité، يعني وحده صغيره وحده كبيره. لي ريبوزوم نلقاو فيها constitué فيها اريان ار، اريان تي، اريان ام، وفيها دي بروتيين. ريبوزوم عندها رول دون لا بيوسينتاز دي بروتيين، يعني الدور المهم نتاع الريبوزوم هو انتاج البروتيين ولا بيوسينتاز دي بروتيين. هذا هو الدور تاع الريبوزوم. دونك كل كومبوزون شدوا عليه معلومه مهمه. هنا في الدوزيام اني ال ام دي ماكش راح توسعوا بزاف، يعني اغلب المعلومات اللي تدوها تكون هكذا شويه شويه برك، ماهيش معلومات معمقه. نروح نشوفوا مكون اخر، سيبستانس دو ريزيرف، يعني البكتيريا عندها دي سيبستانس دو ريزيرف اللي هي لاميدو غليكوجين. لاميدون هما النشاء والغليكوجين هو يعني معروف غليكوجين. ايضا فيها لاسيد بولي بي هيدروكسي بوتيريك، هذا اوتر كومبوزون. فيها دي زوتر انكليزيون كيما لو سوفر كيما لو فير كيما لوكسيد دو فير،